رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن ثمة ما يريد إسقاط الحكومة لا لشيء بل فقط لأنه يريد أن يحكم، لافتا إلى أن قوى 14 من آذار تقاطع الجلسات النيابية واللجان بهدف التعطيل. رعد وخلال مجلس عاشورائي في بلدة القصيبة جدد الدعوة إلى الحوار والتفاهم للنهوض بلبنان والاستمرار بعمل المؤسسات وبناء الدولة.